جايز، شلونكم؟ شخباركم؟ يوم جديد وفلوج جديد. الحين طالعين، فهذا اللوك مال اليوم. أساس لبست بسوم من ملوتي وبس. والله هذا هو لوك اليوم. أريح نعال بالدنيا، وايد مريح، وايد أحبه. فيا لبست لينن لأن الجو يعني يتماشى مع الجو اللي هني. الشورت مع القميص اثنينهم من اتشانم. ويا الحين بنروح شويه نحوس بالمجمعات بعدين نتعشى. فسيا هذه جمعيتهم، نشوف شنو عندهم اشياء. اهم شيء شنو نشوف عيسى؟ نودلز وبطاط، صح؟ نبي نشوف نودلز والبطاط، صلصات مالت النودلز بعد. خذينا خذها وسلة، خذها وسلة. وين؟ كاه. بلا بلا خذت عربانة زيون. يلا حمد صوري ماما. خذيتي زيونة هذا ليكي؟ تعالي شوفي اكو كذي مقسمين. يصير في أربعة بس ملاقة حاطين هذول اللي احنا بس. لا اللي خذيتي أحلى. خلنا نشوف هذول. شوفي هذه حلوة، فيها مانجا وفيها هذا دراجون فروت. لا أنا مصرة هذا خذينا أحلى. أحلى لأن أنا بس أبي هذا وهذا وهذول. متطورين والله، ها؟ ردينا المطعم نفسه لأن استانسوا عليه. يا سلام يا عيسى. ها يلا عطني، يلا عيسى سوي عادي. بابا هذا تشيز مؤدب محترم وانا صار الناس. ليش حيسوي شيء نفس زيونه؟ شلون تلفها؟ وين اسم المطعم هذا؟ لازم نحطه حق ال وين هذا هو؟ لا ما اعطوني. وين اسمه؟ ما اعطوني اسمه. لا وين اسمه؟ اسمه مطعم زين. هذا؟ لا شنو اسمه؟ جوزو. وين اسم المطعم؟ الحين اجيب لكم المنيو صوره. بس هالمرة طلبنا السوس صوبين، ان نقدر بهذا وعشان يعني يصير غير عن بعض. ذيك المرة كنا بس واحد. Good morning. شلونكم؟ شخباركم؟ شنو هذا؟ يوم جديد. الحين بدلنا، رايحين البول. صار لنا تقريبا كنت 3 أيام كل يوم الصبح نروح البول لأن عيسى ما قاعد يشبع أصلا، هو صبقنا الحين رحنا رايحين له. فيا يمكن شي أمر أخذ لي قهوة أول شيء من ستاربكس لأنه يمنا، وبعدين نروح البول نسبح. والله قاعد أخذ لون يعني قاعد أصبغ بس ما أدري ما يبين هني. فهذا هو اللوك مال اليوم. فيا شوفكم بعدين. يونس هالصوب، احس كذي مني حق صوره وايد حلو. حتى الغيوم حلوه، بصور شي صوره مني. هلا والله. عيسى طاب، ما ينطر ما يطوف دقيقه المسبح. هاي وين حاجز لنا؟ ما يرد ما يسمع.
كمان جيم. زعلانة؟ كايند اوف زعلانة؟ يعني رديت الكويت. لازم اقول لكم شنو السوالف اللي صارت، لان احس ان شوي الفلوج صار شوي خرابيط. ابي اقول لكم شنو صار معي. اللي صار معي الله يسلمكم، ان لما ردينا من بانكوك كنا اصلا انا وحمد حاجزين دبي ان نوصل الكويت، اروح الصالون اسوي شعري ان اصبغه، فالحين انا صبغ شعري وايد عاجبني انزين، فكان المفروض اني اصبغ شعري بعدين اروح اليوم اللي وراء اسوي اظافري، بعدين اليوم اللي وراء نطير دبي انا وهو. وكنت حيل متحمسه لدرجه ان انا كنت مزهبه جنطه دبي قبل لا نروح بانكوك عشان ارجع بس انه بدل الجناط. حلو حلو. المهم ردينا، رحت صبغت شعري راويتكم بالفلوج، رحت سويت اظافري هم راويتكم بالفلوج. اليوم اللي وراء اللي هو يوم سفرتنا كانت تصير فيني حراره، حرارتي 40، وايد وايد تعبانه. رحنا المستشفى شيكنا شي، قالوا انه ماكو شيء بس انه انفلونزا عاديه يعني، بس انا معاه بس اثنيننا اعراضنا غير، بس اثنيننا مريضين يعني ما نقدر ان احنا نسافر او شيء. المهم طبعا انتم متخيلين ان سمر بتروح دبي وتمره، يعني
لا يعني لا. المهم حطوا لنا دروب وعطونا ابر جي، ردينا البيت 5 ايام بالفراش، ما تحركنا، ما طلعنا من باب الدار. كانت حتى مسكينه زيونا تي صينيه جايبت لنا اكل، ولا طالبت لنا اكل تحط لنا اياه وناكل بس وناخذ دواء وننام. هذا كان الوقت، الوقت كان جدا مزري يعني، استغفر الله استغفر الله يعني. اسوأ 5 ايام مرت علي كانت الايام هذه، وكل شوي ندز السفره يومين، نغير الحجوزات بعد يومين كذي، لين وصلنا خلاص حل على يوم الجمعه. كان يقول لي حمد خلاص اتوقع سمر ان يعني ناجل السفره خلاص، يعني يعني ما راح نقدر نروح، وباجي بس اسبوع على اجازتنا انا وياها تخلص. كان اقول له شوف خل نسوي يعني ندز الحد للاحد، لا مو للاحد للاثنين، وخل نروح بس اثنين ثلاثة اربعة خميس يمعة ونرجع، وتصير هذه اخر محاولة، اذا ما صرنا وايد زينين خلاص انه يعني نكنسلها. المهم سوينا الحد يوم الاثنين. يوم الاحد للحين المرض موجود، بس قمنا قدرنا نطلع من الدار. كان يصير فيني انه حمد يعني احنا اذا بكون مريضة بالكويت نفس الشيء، خليكم مريضة بالبيت، شود بعد يومين هناك اصير زينة فاكون هناك يعني، فليش يعني انه لازم اكون مريضة بالكويت، خليكم مريضة بالبيت نفس الشيء، بس ابي اروح. كان يقولي اوكي خلاص. المهم كان سافر، طبعا السفرة الحمد لله استانسنا، كانت كلها عبارة عن بول، رحنا شفنا اماكن بيتش كلب جديد بدبي، انزين فرحنا قاعدين روم سيرفيس، رحنا دبي مول، شريت اغراض حلوه، شريت مكياج وايد حلو راح اراويكم اياه. انزين فهذه كانت يعني كانت عباره عن 4 ايام ريحت فيهم عرفتوا، وكنت واستانست الحمد لله. بس بعدين ردينا، فلما جيت قعدت اسوي ارتب الفلوج قاعد اقول له حمد يعني ما يصير شنو هذا فلوج شي يعني ساير خربوطه، بس قلت انه يعني براويكم بنزل بلوج وتشوفون شنو اللي اشياء اللي يعني سويتها من ردينا من بانكوك، وابي اراويكم الاشياء اللي جبتهم من دبي الميك اب، لان في اشياء صراحه وايد وايد حلوه. نترو انا حاطه الميك اب الجديد كله هني عشان اعرف شنو خذيت. المهم خذيت فرشتين، هذه مالت اور جلاس، انا وايد احب الفرش مالتهم، هذه سايره كذي عرفتها، وخذيت فرشه ثانيه من ميك اب فوريفر. المهم اللي وايد حلو من شارلوت نازل ليميتد اديشن، هذول الاثنين هم منزلين كنا 4 بس انا عجبوني هذول الاثنين وايد حبيتهم. هي طريقته كذي، هي كذي شكله تبطلينه كذي، هاي تبطلينه يكون فيه حق الايز، وفي حق اللبس مع التشيك، وفي شيء اسمه ايزي اي ويند اللي هو هذا كذي خربها، هذا كذي يصير تحطينه على كل عينك بعدين تردينه هنا في مكانه، هذا اللي يمه اللي هو يصير حمره، يصير حمره ويصير همن حق الخدود، هذا اللون اللي صاير شويه على بيتشي عرفته وكذي، هذا وايد حلو مع التان، فتقدرين تحطينه حمره وتقدرين تحطينه على خدودك، و هذا اللي هو هايلايتر، اي اوكي هذا تحطينه همن هايلايتر حق تحت العين او تحطينه كذي يعني. وايد حلو عرفتوا، هي جربت لي وانا كنت مصوره وهي قاعد تجرب لي، وكانت حاطه كل الالوان، بس ما ادري وين راح الفيديو، كان ودي اني انزل لكم اياه. فيا هذا يصير كذي، الثاني يكون على وردي نفس الطريقه كذي، افتحينه هذا لون الحمره صاير شوي شي على نود، هذا حمره وهم تقدرين تحطينه بلشر، وهذا اللي هو
حق العيون الشادو يعني. ما اعرف اضبط لك كذي. اوكي هي لما حطت لي اياهم وايد عجبوني وايد حبيتهم، كانوا حلوين يعني، هذا لوك وهذا لوك عرفته، وطلع شلون كيوت وايد وايد يونس. واحد منهم اسمه بريتي فريش، بريتي فريش، والثاني اسمه ديت نايت. هذول هم الدرجات يعني، وفي بعد اثنين ثانيين غير هذول يعني، بس انا اخترت هذول لان وايد حبيتهم، ولما حطيت لي اياهم كانوا وايد حلوين علي. فتخيلي شي تاخذين واحد بس يعني يسوي لك لوك كامل يعني، فوايد استانست عليهم. وبعد من شارلوت، هذا بعد نازل ليميتد اديشن اللي هو الكونتور. خليت درجتي 2 ميديوم، هم حطيت لي اياه وكان وايد حلو، صاير كذي الباكجينج وايد حلو. اوكي هو صاير كريمي عرفته، مو 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 بودر، بس مو الكريمي اللي المدبق ولا كذي، لا غريب التكستشر ماله شوي غريب، بس وايد حلو عرفته، فيونس. انا ما ادري ليش شارلوت يسوون هالحجم ما يسوون صغار يعني، حالاته بعد حق سفر يسوون اصغر، وقلت لها ليش كلها كبار، كانت تقول لي هم دائما كذي، فيا فخذيتها لان هذا هم من ليميتد اديشن. وخذيت التونر مالهم لان جربت لي اياه وايد عجبني، اشوى انه كان في اخر حبه سايز صغير يعني، هذا 30 ml لان الثاني كان طويل وايد، فخذيت هذا. وعطتني اللي هو السيروم، انا مجربه الكريم، الكريم مو وايد حبيته لان انا بشرتي دهنيه، فحسيت انه شوي ثقيل يعني، احب الجل كريم اكثر من يكون كريم كذي، بس قالت لي السيروم وايد راح يعجبك. عطتني هذا صغير كنا اجربه، فقالت لي حطي هذا حتى على ايدي، حطت لي التونر ابيك يصير وايد ناعم، بعدين جت تحط لي شي قطره من السيروم، سوت لي كذي، كان اشوف ايدي شي جلوي وناعمه وشي، فوايد استانس عليها، كان اقول لها خلاص اوكي اعطيني اياهم. وبس خذيت هذول الميك اب شي، فوايد حبيته. وبعد شنو خذيت من سيفورا، خذيت الملوت بنفيت اليدد اللي نازلين، مو كل الالوان تنزل يعني سايز السمول، اغلبهم ينزلون الكبير، بس كم واحد منهم اللي سمول، انا افضل الصغير طبعا، بس فاللي عجبني حصلته بالميني سايز خذيته، واللي ما حصلت فخذيته كبار يعني. المهم خذيت ابطلهم اوكي، فخذيت هذا الهايلايتر يصير على بينك، وايد يونس لما تحطونه بالطبيعه، وايد احلى من التصوير هنا وايد يعني، اصلا حتى شكلي طالع ما ادري شلون. اوكي فخذيت الهايلايتر اللي كذي يعني، هذا الباكج ماله. وخذيت هذا ميني سايز كذي صاير، هذا لونه كذي، اللون شي يعني صاير كنا اورنج قوي، بس لما تحطينه ما يكون وايد قوي، بس اللون وايد حلو. وخذيت قالت لي هذا البست سيلر بينهم كلهم، فقلت لها اوكي خل هذا، حتى لما جربت لي اياه هم عجبني كذي صاير، تحسونه نود على فيه طقه موف شويه وكذي، بس روحوا سيفورا وجربوهم على ايدكم، متاكده يعني راح تطلعون شاريين منهم شيء لان كانوا وايد حلوين. المهم وخذيت من كلارنس اللي هو الليب اويل الجديد، خذيت درجه 4 وايد حبيته، والفرشه مالته شي عريضه فيونس. انزين وخذيت بعد من سيفورا هذا ثاني علبه استخدمها انا لحد الحين تقريبا اتوقع غسلتين ثلاثه وخلاص بتخلص، فاخذت لي واحد جديد لانه وايد حبيته، هذا مال اولي هاندريكسن اللي هو بالفيتامين سي. وخذيت بعد من تاتاشا الليب ماسك، وي وين طاحت هاي تاعي، شوفوا هذه مالته شلون شي جولد، تحطين فيها هذه العلبه وايد يونس، شكله يونس، فبحطه شكله يونس وحتى هو يونس، جربته انا فشي قلت بحطه كذي يم فراشي على الكوميدينا عشان بالليل يعني احط، وايد حلو وايد دلوع. وخذيت بعد من لورا مرسيه، خذيت هذه الاسفنجه لانها شي صايره، فقلت ابي اجربها. وخذيت هذا كان من تايلاند، ما مو من دبي، لان الماركه هذه اللي هي وان سايز مالت
جيفري باتريك جيفري باتريك ستار ما ادري شنو اسمه اي ثينك اسمه باتريك ستار مسوي لوس باودر وسمعت عليه مدح اللي هو لوس باودر حق تحت العين او تبينه حق الوجه عشان ما يصير فقلت باخذه عشان اجربه ولانه حصلت ميني سايز فاستانست انه انا احب السوالف الصغيره عرفته وما احب اللي يكون كبير المهم وخذيت اللي هو البوم بوم كريم اللي هو باللون وردي ريحته وايد حلوه وقالت لي ان هذا مو بس يعني حق الجسم مو بس انه يرطب هذا بعد يشد ويسوي فيرمينج انا مالي شغل عادي يشد اذا كان فعال ولا لا المهم ريحته حلوه وساير رتش فيعني عقب التان تحسين انه لازم ترطبينه زياده لان تصير البشره شوي تبدي تجف فخذيته وخذيت هذا من تو فيست منزلين اشياء جديده منزلين باليت ومنزلين حمر بس الباليت انا لان احس عندي وايد فما خذيت خذيت الحمر لان طاعوا الباكجينج كذي شوف الحمره اتشوق هي ترى مو حمرة هي تنت بس اللون حلو وايد وايد عجبني انا خذيت كريزي فور يو نمبر 3 وايد حبيتها اوكي سوري ثيادور لان ثيادور نايم تحت انزين ومن ماك اي من بعد من هذول البومبوم خذيت الهير اويل شي صاير فلان اوريدي انا الهير اويل مالي مال اوليفلكس خلص فقلت اوكي خل اجرب هذا ولما جربته على اطراف شعري ريحته كانت وايد حلوه انا حتى الدراي شامبو مالهم وايد وايد احبه فخذيت هذا بعد من ماك خذيت هذول الثلاث اشياء خذيت الفرشه هذه لانه ابي الفرشه اللي تصير شي مشطوفه حق تبي تسوين كونتور كذي يعني حتى حق هايلايتر تقدرين هم تحطين عادي يعني بس انا احب اللي يكون الشعر ابيض عشان لما انظفهم اعرف انهم انظفوا او لا انزين وخذيت من ماك هذه وايد حلوه بنات هي شوفوا هي عباره عن نفس ليب بالم بس شي شايني وشوي نود وريحتها وايد حلوة وايد عجيبة يعني هذه حق الصبح شي حق الدوام بس هي تعتبر ليب بالم بس كذي فيها شوية لون وكأنها جلوس فتحطينها الصبح وايد حلوة حتى إذا تبينها على البول وكذي فتونس وشي صايرة شفافة هذه سم رقمها 451 سويت تريت اسمها فوايد انصح انكم تجربونها لانها وايد وايد حلوة تونس وخذيت بعد هذا هذا نفس شو يسمونه نفس جلوس بس عجبتني الدرجة وايد وعجبني التكستشر ماله اضرب لكم اياه سوري مو ليب جلوس انا قلت ليب جلوس هو ليبستيك بس يعني مات مو مات هو كانه مات بس يمكن ساتن اللي يصير بالنص لا هو مات ولا هو جلوسي بس درجته وايد حلوه وهذا الباكج الشي صاير وايد يونس كان فيه وايد درجات بس شوي ما عرفت اختار لانه ما بي اخذ وايد ولان ما اخذ الثانيه نود فقلت ابي شيء على بينك او على شوي موف كذي فخذيت هذا درجته 491 اسمه هي فرنش ف على الاقل هذول اساميهم حلوه كل مره العاده ما تصير الاسامي وايد صعبه وخذيت من NYX اللي اسمها لندن جربتها بالمحل حبيت النود اللي على بني فهي مع ابو دابي صراحه احلى شيء من NYX اللي هم هذولا فيا هذول كانوا الاشياء اللي شريتهم وايد استانست بدبي واستانست ببانكوك واستانست ان انتم حابين الفلوجات مالت بانكوك ف
فيا لحظة فيا هذه الأشياء اللي شريتهم وهذه الأحداث اللي صارت الفترة اللي طافت. وبس والله راح أكتب لكم بالدسكريبشن بوكس اسم الفندق مال بانكوك اللي سكننا فيه، وإذا حصلت أسامي المطاعم لأن صراحة ملاقيتهم، إذا حصلتهم راح أحط لكم أسامي المطاعم، وراح أحط لكم بعد اسم الفندق اللي نزلت فيه بدبي واسم البيتش كلاب بعد مال دبي. وبس راح أشوف إذا في شيء بالفلوك ثاني معلومات أو شيء أحطها راح أكتب لكم أكيد. وبس والله شنو بعد بقول لكم، بس إذا حبيتوا الفيديو عطوا الثامز أب، ولا تنسون تشغلون الجرس أو البل عشان يوصلكم نوتيفيكيشن أنا نزلت فيديو جديد، فما يطوفكم أي فيديو من فيديوهاتي. ولا تنسون بعد سووا فولو بالإنستغرام وبالتيك توك والأشياء هذه كلها، وكتبوا لي شنو تبون تشوفون فيديوهات ثانية، كلها كتبوا لي إياها بالكومنت. أوكي، وإذا مو مسوين سبسكرايب حق قناتي لازم تغيرون هذا الوضع وتسوون، لأن يا جماعة we should be friends. أحبكم وايد وإن شاء الله أشوفكم بالفيديو الجاي، ويلا باي.